كان يقال عن عمر رضي الله عنه ماذا كان يقال في هدايته؟ ماذا كان يقال في هداية عمر رضي الله عنه؟ نعم، لو أسلم حمار عمر لا أسلم عمر. وانظر كيف أصبح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين ومن المبشرين بالجنة وعملاق من عمالقة الإسلام، نفع الإسلام والمسلمين. فهذا الذي تقول عنه كذا وكذا ربما يصبح يخدم الإسلام أكثر منك، فلا تكن سببا في تنفيره. ورحم الله يوسف بن أصباط عندما قال كان أخوالي خوارج وكان أعمامي رافضة. خواله إيش؟ خوارج. طب أعمامه رافضة، وين بده يروح؟ قال فأنقذني الله بسفيان، سفيان الثوري. فلذا قال الإمام أحمد وكم من قتيل لإبليس أحيوه. وأيضا يذكر حتى في حق العصاة أن أحد الصالحين من العلماء مر بجانب بيت فسمع صوت المعازف والأغاني وصوت الراقصات، فطرق الباب فخرجت له جارية فقالت نعم، قال بيت من هذا؟ قالت بيت بشر. قال أحر هو أم عبد؟ قالت بل هو حر. شو السؤال؟ قال إن كان حرا فليفعل ما يشاء. فرجعت إلى سيدها ثم انصرف، فقال من الطارق؟ قالت شيخ جليل. قال ماذا قال لك؟ قال سألني بيت من؟ قلت بيت بش. قال أحر هو أم عبد؟ قلت بل هو حر. قال إن كان حرا فليفعل ما يشاء. فانتفض الرجل ثم استيقظ من سباته وخرج يتبع ذلك الشيخ حتى أدركه، فقال أيها الشيخ ماذا قلت للجارية؟ قال قلت إن كان حرا فليفعل ما يشاء. قال لا، بل أنا عبد لله، بل أنا عبد لله. ياك، بل أنا عبد لله. فبالتالي إخواني في الله تنبه، لا تتألى على الله، وفي نفس الوقت لا تحكم على فلان أنه في النار ولن يغفر الله له ولا تدري. فبعض الناس المعصية تجعله يتوب ويرتقي في الطاعات أكثر ممن لم يعصون الله.